فضيلة الشيخ، سائل يقول: تفسير قوله تعالى: أحل لكم طعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهل الدجاج الآية وهل الدجاج الفرنسي يجوز أكلها بالرغم أننا سمعنا أنها تسعق بالكهرباء؟ وهل يكفي أن يقول بسم الله عند أكلها؟ ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحل، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، والمراد بطعامهم ذبائحهم، إلا إذا علم أنهم يذبحونها على غير الطريقة الشرعية، إذا علم أنهم يذبحونها على غير الطريقة الشرعية بالكهرباء أو بغير ذلك من أو بالماء الحار أو غير ذلك من أنواع الذبح على غير الطريقة الشرعية، فإنها لا تحل، هي حرام ولو كانت من أهل الكتاب. إنما تباح ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية، وإذا لم يذبحوها على الطريقة الشرعية فهي حرام. حتى المسلمين لو ذبحوها على غير الطريقة الشرعية صارت حراما. نعم.